سعيد جدا باش نتوجه لكم اليوم بكلمة لأول مرة بعد أن أعلن السيد وزير الداخلية على قراره بمنح التأشيرة للحزب المكون من حزب الوطن. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر القادم. وأرجعت الهيئة مقترحها هذا الذي عرضته خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم إلى عدم توفر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات يوم 24 جويلية كما كان مقررا.